متأخر. أنا لما كنت في أمريكا ما كان عندنا حضور وغياب من كثر التزامنا بالوقت. أنا لما كنت ببريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ما كان في مراقبة، كان الضمير اللي بداخلنا ما يرضى بالغش. أنا لما كنت في بولندا وجنوب كرواتيا ما كان فينا أحد حك راسه، هذا الدليل الغباء اللي فيه. دكتور برحمة، أنا لما كنت بغرب كندا وشمال استراليا ما كنا نروح بيت الراحة اللي تقول عنه حمام يكرم سامع إلا لما تخلص المحاضرة. دكتور حدي حصران، لما كنت باليابان ما كان عندنا هذا الأسلوب الغير أخلاقي. يلا روح. أنا لما كنت باليونان من كثر الانتباه والدراسة والتركيز خلاص كافي أبيتنا. أنا لما كنت بجزر الكناري ما كنا نرفع صوتنا على الدكتور، حرمان من المادة. قاعد تلعب كول أوف ديوتي وببروفايلي كمان؟ إيش عندك؟ مت مليون مرة بتسوي يعني. محل القهوة يا شيخ. بصوزة هدي 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 بس قهوة. ايش بك انت؟ ايش طيب شايف حركات هذه ما احب اركز. ركز ايش بك هدي 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 هذا يا حبيبي يقولك في مارد جوا حق امنيات. تشوف كيف دقيقة سمعت في صوت ورب صبرك يا وربي مارد حقيقي حق حق رجت امي. بنطلب بنطلب تعال 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 نادل عند امك. انا نفسي سير طويل والله. نفسي طويل انا نفسي تزوجتك اخواني. انتوا يا معشر الانس تحسبوا معشر الجن انهم كلهم اغنياء وعندهم فلوس وربوا لكم رغباتكم. انا مرمي في البريك هذا تحسب بس كده في الكافتيريا دي متدين انا وحاله امي حاله خلاص انا برجع يا اخوان. لا 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 قلبي اسمع اسمع سلام النبي اتركني يا اخي اسمع كلامنا. امشي امشي معنا احنا نظبط الحال. شو على رجلي يا اخي ايش برجلك هذا من البريك ضيق. ايه ما قد مشيت. اقول لك البريك كم غرفه؟ غرفه مطبخ. الله كم الايجار؟ اقول لك 30 ما تعرفوا لي 30000 اوف غرفه مطبخ كويس اكبر من بيتك. ما تعرفوا لي دله ولا كافتيريا؟ اقول لك عندها دله بس حقت كمون تنفع؟ لا لا كمل يا جا الأم يمكن تعطيك اياها. يلا حيهم جيب القهوه يا ولد. الله يسلمك والله احنا جايين نطلب يد بنتك لولدنا. قلت رجال عز من جانا وهذا الولد ولدنا وخلني بروح انادي البنت اشوف الشوف الشرعي. لا لا ما يحتاج يا عم شايفها واجد السناب ما خلى شيء. يا نسمه العين خليني عالبال شي قلبي ذاي شلون افرح العيد لو اغلى لحبة. يا ولد هاي با قوم يا ولد شوف الساعة كم تأخرت على المدرسة. المدرسة تأخرت عليها والله يا با راسي ها مصدق بسيطة ها بندو امورك تمام. يبا والله بطني ما اقدر اقوم اروح المدرسة حتى استحي قدام مدرس بروح الحمام والله استحي يبا. بسيط ها ها سلاسة سلاسة ما بسأل منها وتمشي امورك يلا المدرسة. يا عذاب احسن لي سلام اسلام تسعة
روح شوف الحلال يا سنهاك. ابشر ابشر الله ياخذ ابليس. يا ويلي الحلال راح. كلكم انا بخير وقبيل سنتوا على الحمد لله. يا شيخ يا شيخ اصبر ما تشوفني اطمن القبيل. طيب الحلال راح. ارقد. طيب اسمع اسمع خذ هذه شغله معك الحين خليه يدور الحلال. سم تحرك تحرك. هذا من وين؟ من الفوتوتشيني ومن السوشي بلاشي. وعش عليك يا شيخ. وينك ترى؟ اي شيخ اي شيخ شبك انت؟ من انت؟ انا وعش عليك هنا. وين الشيخ؟ اي شيخ. طيب ممكن اسالك سؤال واحد؟ تفضل. هذا كيف يشتغل؟ تعال. وهذا الاكل جاهز. لا ماما شقها يتهيالي. وتنبون بعد؟ إذا عجبتش الأكل قلتي مو طبخي؟ بغيتني من الحياة بغيت. هذا الأكل كله راح ينقض عشان مرهوني تعبيك وطبخين. يا ناقة خمسين. تري الحياة أكل حوض حرام ينقض. كيف تحتفظ فيه بطني؟ سيف ايش عندك هنا؟ يقول من ذاك اليوم صار مغلق سيكل لليوم في وجهه. ايه يمكن تلقاه هنا ولا هنا. جبت الشلاق. صلح من وين جبته؟ مالك دخل. تعال. هلال ذا الورع. ما تشوف انت؟ اي انا ما اشوف. انت نفرح فيك بس. شنو تفرحون فيني؟ نفرح لما تزوجين. ايش فيك يما عبالك انا ميتة على الزواج؟ شنو نفرح فيك عيل؟ بسفرة حلوة. ولما اتخرج. ولما يكون عندي بنتي. ولما يكون بحسابي مليون دينار. طموحي اكبر من انقع دياية بالليل حق الغداء. حق قيس ما ادري تيس. الله يابك. يا ولد انا الحين منك في السنة تفاعل الزفت. يا ولد اشغلتني بذا التفاعل الله يرحم والدينك. تفاعل انت عشان الناس تفاعل معك. كيف؟ اي شيء تلاحظي. هذه ما تقعد عليها. صورها. بيجيك تفاعل الآن مجنون. مجنون. الهطف ذا. ركز بالسلوان. معكوب. انسى عبرو. يا عمي نجحت فلاش كل شيء. انشر صنابي. ها ها. اليوم عندي مقلب او تجربة علمية او بالاصح تجربة كلبية. وعلى طاري المقالب. عرفت لي. طبعا المقلب او التحدي هذا جايني هو طبعا تحدي على طريقة مقلبة مسوي بتجربة كلبية. جايني من واحد من المتابعين. طبعا اي شيء راح استقبل منكم في السناب. شو المقلب هذا؟ تحداك يا بيجا انك تروح حق رفيجك تاخذ تلفونه تكسر. زي ما شفتوا هذا واحد من المتابعين تحداني التحدي هذا. راح اسوي اليوم اخوي ياس اني اكسر جواله. طبعا نشوف ردة فعله شو بتكون. اصبر ما تحاول يا مزلة. تقول ايش الرقم السري؟ جوالي. ايش بك دقيقة بس؟ ايش دقيقة عندك جوال روح العب جوال. ما اظن انت بتلعب هذه اللعبة. ايش هاي لعبة خصوصيتي؟ يصير خير يا بطل يصير خير. ايش مدرب؟